ثواني افتح لك السي دي. لحظة واحدة كده. فهميني بقى. اوكي. بصي يا حبيبتي، دي معلومات كاملة عن التعاملات الخاصة بشركة وسيم وحساباتها كاملة لمدة 4 سنين. ده التقرير جاي من مكتب المحاسبة اللي بتتعامل معاها شركة وسيم. التقرير يا حبيبتي، بصي، حلو قوي. من الواضح من خلال التقرير إن الشركة مظبطة مع الضرايب، يعني في مبالغ كبيرة قوي مش مدفوعة للضرايب. حاجة تانية بقى، إن الواضح بقى إن الشركة في تعاملاتها مع الحكومة في حاجات مش مظبوطة. ده إيهاب ده طلع صايع قوي. نصاب وعارف بيعمل إيه؟ تعرفي؟ مش هو نصب عليا، بس شاطر. طب وإيه علاقته بكاميليا دي؟ تفتكري إن هو بيستغلها زي ما استغلك؟ لا، البنت كاميليا دي غيري. دي صايعة على حسب كلامك، ما يضحكش عليها زيي. أنا اللي كنت هبلة وفاكرة إن طاقة قدرة اتفتحت. ما فوقتش غير لما خدت على دماغي بقى. يعني ممكن تكون متفقة معاه وتكون عارفة هو بيعمل ايه بالظبط؟ هنعرف. بس اوعي تفتكري ان ايهاب مش قلقان مننا، ده مرعوب. هو عشان كده جاب لنا كل اللي احنا عايزينه منه. هو عارف كويس جدا ان احنا ممكن نوديه في 60 ده. طب وانت يعني ساكتة عليه ليه كل ده وما بلغتيش عنه؟ عشان حاجتين مهمين قوي. أول حاجة، أنا مش هسيبك غير لما تاخدي حقك. التجربة اللي أنا مريت بيها دي خلتني أحس إن أنا ماليش غيركم، وأنتوا أهم حاجة في حياتي. أنا لما كنت تعبانة ومش لاقية حد أتكلم معاه جيتلك وما قفلتيش الباب في وشي، مع إني كنت بالرواية. بس الواحد ما يتعلمش ببلاش. والسبب التاني؟ السبب التاني إن أنا دلوقتي مش عايزة أي شوشرة زي ما قلتلك قبل كده. أنا لازم أظبط حال الشركة، وبصراحة أنا مش مستعدة أخسر أكتر من اللي أنا خسرته. ينفع يعني أتصل بيكي وما ترديش؟ يعني أعمل زعلان دلوقتي؟ طب لو قلتلك إني مش عارفة أنام، حاسة إني عايزة أشوفك دلوقتي قدامي. وأنا برضو صدقيني. هو أنا ممكن أسألك سؤال بايخ بتسأله كل البنات لما بتلاقي الحب اللي كانت بتدور عليه؟ قولي. وأنت فعلا بتحبني؟ يعني لما انت قلتها كنت حاسسها بجد؟ شوفي يا ليلى، انا عمري في حياتي يا ليلى ما قلت حاجه مش حاسسها، وخصوصا في المشاعر. ما تزعلش مني، بس انا خايفه تكون اتسرعت. و الحب هو الحاجه الوحيده اللي البني ادم لازم يقولها اول ما يحسها. مش المهم جت بسرعه او ببطء، ولا المهم جت امتى او فين، المهم ان هو يقولها اول ما يحسها. انت عارفه انا لما قلت لك اني بحبك كنت قاصد كل حرف، بس عارفه بقى المشكله فين؟ فين؟ فيك انت. انا حسيت انك لما قلتيها كنت خايفه، وكان في حاجز بيني وبينك. انا عارف ان احنا تعرفنا على بعض بسرعه، بس مش هو ده اللي كان في عينيكي. اللي كان في عينيكي خوف وقلق، وكان في حاجه مخبياها مش عايزه اي حد يعرفها يا ليلى. عندك حق بصراحة. أنا مش هقدر أقولك إنك غلطان، ومش هقول إن أنت بتقول عليه ده مش صح. أنا فعلا يمكن متوترة شوية، بس اللي أنا عايزاك تبقى متأكد منه إن خوفي وتوتري ده مش حاجز بيني وبينك. بالعكس، وزي ما أنت قلت بالظبط، أنت قلتلي إن أنت بتحبني من قلبك. أنا عايز أقولك على حاجة، بس خايف إنك تزعلي مني. ليلى، الخوف والحب ضد بعض. انك تخافي حاجه وانك تخبي عن اللي بتحبيه حاجه تانيه. انا لو حسيت دايما انك بتخبي عليا حاجه هحس ان انا بعيد. اللي بيحب حد بيخليه قريب منه وبيقول له على كل حاجه. عندك حق، انت صح. بس اطلب منك انك ما تستعجلش عليا، يا ريت بس بالراحه شويه. حاضر. وانت لو عايزه تشوفيني انا هبقى بكره في اول مكان اتقابلنا فيه. تصبحي على خير.
تميمة؟ يا خالتي قومي تنامي في اوضتي وانا هقعد جنبه. لا يا خالتي انا مش هسيبه غير لما يبقى كويس وزي الفل. خش ارتاحي انت. طب تعالي انا عايزه اتكلم معاكي. تعالي انت طيبه قوي. انت عارفه يا تميمه انت غاليه عندي قد ايه؟ طبعا يا خالتي انا عارفه اني غاليه عندك. في حاجه انا عايزه اقولها لك بس مش عارفه اقولها لك ازاي. اتكلمي يا خالتي وقولي اللي انت عايزاه. انا عارفه ان اي حاجه انت هتقوليها لي هي عشان مصلحتي، بس لازم تعرفي يا خالتي ان امير زي اخويا وانا بس برد له الجميل، وانا مش عايزه اي حاجه ولا بفكر في اي حاجه ولا بتمنى اي حاجه. موضوع كله ان انا ماليش اهل وحاسه ان انا ماليش سند في الدنيا، لا اب ولا ام. شايفه نفسي كده يعني زي الزرع الشيطاني. زرع شيطاني؟ امال الملائكه تبقى ايه؟ شوفي يا خالتي انتي لو قلقانه مني انا امشي على طول، بس والنبي تبقي تسالي عليا. انا قبل ما ابقى امك أنا ست وعارفة وفاهمة كويس قوي إيه اللي جواكي. أنت غالية عندي يا تميمة، معزتك في قلبي ملهاش حد. بس أنا عايزة أقول لك حاجة بس مش عارفة أقولها لك إزاي. أمير بالنسبة لي هو كل حاجة. نفسي أشوفه فرحان وسعيد. أنا كمان يا خالتي عايزة أشوفه سعيد ومبسوط. أمير حبي يا تميمة، حبي مريه. انت ليه قلوه تستاهله؟ بس انا مش عايزاه يحتار. يحتار في ايه يا خالتي؟ امير زي اخويا وانا زي اخته، واللي هو يحبه انا كمان احبه، وهو لو بيحب مريه انا كمان احبها واشيلها على راسي. بس والنبي يا خالتي تسيبيني ارد له جميل، انا مش عايزه حاجه غير كده. لا والله يا وسيم بيت ده كده كتير قوي والله. خليك في مكتبك. ازيك؟ تعبك معايا انا والله. خلاص بقى احنا على الميعاد اللي اتفقنا عليه. خلاص ان شاء الله يا باشا. ماشي ماشي يا باشا، سعيد بيك والله. عليا صباح الخير. صباح النور. استاذن انا يا باشا بقى. اتفضل. معلش يا سعاده الباشا. سلام حبيبي. حبيبي والله. حسني ايه ده عليا؟ انت ايه اللي جابك هنا على الصبح؟ صدق الراجل ده زي الفل، حته الماس كده ملوش دعوه بالدنيا، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. ما صدق شافني بقى عشان اعرفه الدنيا، قلت اوريها له على حقيقتها. سلام. اه صحيح، يبقى قابليني بعد الشغل عشان اديك مفاتيح الراجل ده. يلا عد الجمايل. ماشي انا عارف انك زعلان مني، بس بطل حركاتك دي بقى عشان خاطري. انا مقدرش على زقه بس عشان خاطري. وحي ابا 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 والنبي رد عليا يابا. انت هتسيبني يابا؟ والنبي والنبي ردني يابا 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 عشان خاطري عشان خاطري. وانت كلمني كلمني يابا. والنبي والنبي رد عليا يابا. النبي رد عليا. في ايه يا بت؟ في ايه مالك؟ ايش يا بت؟ لا
أبويا مات. يا الله يرحمه. يابا أمر الله. تعال تعالي هقول لك عايزة حاجة. تعال. إيه يا شيخة؟ أنت مش بني آدم. مش بني آدم. أبويا مات. يا بنت أبويا مات. يا بنت أبويا. يا بنت تعالي. يا بنت رحمة. يا ترى يا ابويا لو كنت عايش كنت احب اشوفك، وكنت ازعل عليك لو مت زيها كده. ليلى استني. انت بتهربي مني ليه يا حبيبتي؟ ايوه حبيبتي عندك مانع. شوفي انا مش هسألك، مش عايز اعرف اللي انت حكيتيه. عارفه ليه؟ لان الحب بيخلق الانسان من جديد. صدقيني مهما كانت الحاجات اللي مخوفاكي عمرها ما هتغير احساسي ناحيتك. ما تضحكي بقى، والله العظيم وحشتني ضحكتك. بصي لي في عينيا، ما تهربيش، اوعي تخلي اي حاجه في الدنيا دي كلها تكسرك. تعرفي انا برضو في حياتي حاجات وحشه كتيره قوي كنت بخبيها عليكي، بس كنت احاولها لك. يعني كنت مستني انك تحبيني تعشقيني وتموتي فيا عشان ابقى ضامن انك ما تهربيش مني. ليلى انت هتصدقيني لو قلت لك اني حلمت بيكي قبل ما اشوفك؟ هصدقك عشان انا كمان حلمت بيك وتمنيتك. شريف وعدني ان انت عمرك ما هتزعل مني، وعدني انك هتفضل تحبني وتفضل جنبي مهما حصل. وعدني. اوعدك تفضل تحبني. هفضل احبك. تعالي تعالي يا ساتر. يا ابني ارحمني بقى من الاماكن دي. يا بنت فرجك على الدنيا. دنيا ايه؟ مش عايزه اعرفها دنيتك دي. طب على النعمه هتحبيها وهتشكريني وهتقعدي تبوسي فيها كل يوم من هنا ومن هنا. اقعدي وهاتي بوسه يلا. يعني انت واجعلي دماغي من الصبح وملففني كعب داير وفي الاخر مش فاهمه منك ولا حاجه. انا ايه ذوق؟ الكاس بتاعه عصير هنا. عارفه يا بنت مشكلتك ان انت مش شايفه نفسك. ما هو محدش بيشوف نفسه، وريني انت. وعشان كده بقى عايزك تخليني المرايه بتاعتك، تقعد تبصيلي عشان تشوفي نفسك كويس. انا هظبطك خلاص.
ابن عمك ده فستك ناوي فستك ناوي، هسفره. هتسفره فين؟ في السماء حيث الاحلام والعصافير المغرده. انا هظبطه، ابن عمك عايز يتبسط وعايز يعيش الحياه، انا بقى اعيش الحياه وينحرف ويقع في الرذيله يبقى في ايدنا. بس انا مش عايزه كده يا حسن. لا هو مش هينفع غير كده، ومش هيجي لك حقي غير كده. يا بنت انا وراكي. حسني لما يقول لك انه وراكي يبقى خلصت، كل حاجه محلوله. بنت عليا. عليا. انني احبك. حكي. وانت بتعرف تحب؟ طبعا يا بنت. لو انا كوبايه بلاستيك قاعده قدامك طبعا بعرف احب. اضحكي انت اضحكي. لحد ما بطنت. حب عذاب. يعني المحل مقفول من الصبح وما بترديش على التليفون. ممكن اعرف كنت فين؟ يعني راجع مبسوطة قوي. طب ابسطينا معاكي. انت شايفه ان مش من حقي اعرف حاجه عنك؟ لا مش من حقك يا سلام. تعمل حساب للبيت اللي انت واقف فيه. ما بتمنوش دلوقتي. انت جاي في بيتنا هنا عشان تهزقنا في ايه؟ قلت لك ابعد من وشي دلوقتي ومش عايز اسمع صوتك. انت فاهم؟ وانت كنت فين؟ كنت عند الدكتور يا مراد بيه. يا مراد بيه اللي ما بتسالش فيا غير لما تبقى عايز تتسلى، ولما بتفتكرني مخك بيودي ويجي. بنت ليلى دي فين؟ انا شاكك فيها. البنت دي من حواري، ما عاشتش فوق سور، ما اتعلمتش اتيكيت. كنت عند الدكتور ليه؟ اسال مراتك، اسال الست هانم مراتك. اخسى عليك يابا. ازاي يعني؟ هو فاكرني اصلا؟ راجل ما بيفتكرنيش غير لما بيبقى فاضي عايز يتسلى. يتسلى بمين؟ ليلى. مخه بقى ويودي ويجيب. ليلى فين بتعمل؟ يلا نتسلى عليها. بس يحس بيا؟ لا. يطمن عليا ويعرف ايه اللي حصل برضه؟ لا. ايه اللي حصل؟ مراتك منى هانم اجرت ناس عشان يجوا يسقطوني يموتوا ابني. جم لحد هنا ولولا اهل الحاره كان زماني ميت انا وابنك دلوقتي. لو مش مصدقني انزل اسال ناس تحت. عايز تعرف انا فرحانه ليه؟ طبيعي. رحت الدكتور عشان اطمن على عيل ما كان ممكن يموت، والحمد لله طمني انه ثابت لسه ابني موجود. مش عايز نفرح؟ طب والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، انا ما عايزه حاجه في الدنيا دي غير ان انا ابني يبقى كويس. انت نفسك قلت لي تعالي اقعدي معايا في الفيلا، انا ما رضيتش. انا لا عايزه فلوس ولا عايزه فيلا ولا عايزه قصور، أنا مش عايزة حاجة. هي عايزة مني إيه؟ طب طب أنت عارف الدكتور قال لي إيه النهاردة؟ العيل بيحس من هو بطنه، بيحس بيفرح وبيتوجع برضه. ما هو روح زينا. تخيل انت بقى لما ابنك اللي ما كملش 3 شهور في بطني في ناس كانت عايزه تموته، اعمل انا ايه؟ ها؟ ليلى مالك؟ في ايه؟ مغص فظيع. طب ما تقلقيش، انا هتصل بدكتور حالا. لا 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 استنى، الدكتور قال لي ده طبيعي، انا هبقى كويسه. كويسه مش كويسه، انت لازم تيجي تعيشي معايا. يا اخي حرام عليك بقى، حرام عليك. انت عايزني اروح اعيش مع مولى عشان تقتلني؟ ما انا مش هسيبك تضيع مني، انت وابني. خايف عليا؟ مش هينفع تعيش معاك الا لما تتجوزه، وده مش هيحصل الا لما تولد الاول. هو ده شرع ربنا.
صحيح يا ليلى؟ الدكتور طمنك؟ طمني يابا، طمني قوي. الحمد لله الحمد لله. عايزه تموتي ابني ليه؟ ليه؟ انت بتضربني عشان خاطر الجلبوعه بتاعتك، البنت دي بتلعب بيك، البنت دي كدابه. مش هي اللي كدابه، انت اللي ستي كدابه. اهم حد في اللي بنتعامل معاهم الحاجه سكسكه، ملكه مثلث الموت في الاليوبيه. لا لو الحاجه سكسكه يبقى نقابلها بقى. حصل يا باشا، بلغتها ان حضرتك عايز تقابلها، هي بس مستنيه الميعاد اللي حضرتك هتحدده. حلو. ايه تاني؟ اسكندريه ابو حمص ودمنهور، فدول مسؤول عنهم ابو المكارم. ابو ايه؟ ابو المكارم يا باشا. بالمناسبه يا باشا، ابو المكارم معلمين الكبار قوي، واللي صيته واصل في كل مكان، بالاضافه ان ليه كرامات كمان. يا ولد الجنيه، يعني سكسكه دي بتاخد مننا بضاعه ب 40 مليون في السنه مثلا. بالظبط يا باشا. وابن الجنيه ابو المكارم ب 250. ده بالنسبه لوجه بحري، اما وجه ابلي ومحافظاته فليه شغل تاني خالص. ماشي. وحسني فين؟ والله يا باشا حسني انا مش عارف اتلم عليه خالص، يعني واضح كده ان هو مش فاضلنا. يا باشا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اللي بيني وبين حسني حاجه والشغل حاجه تانيه خالص. اللي بيني وبينه ده يا باشا على القهوه، انما في الشغل فهو المعلم بتاعي وعلى راسي من فوق. ماشي. اللي اقول لي يا جيمي. اتفضل يا باشا. الفيلا دي باسم مين؟ الفيلا دي يا باشا باسم اللي قاعد فيها. بالمناسبه يا باشا، في ظرف وصل لسعادتك من 10 دقايق. الظرف ده فيه كل الردود للاسئله اللي بتدور في دماغ سعادتك. في الدرج يا باشا. ماشي. تأمرني بأي حاجة يا باشا؟ تشكرين. بعد إذن سعادتك. في ايه عالية بقى؟ في ايه؟ هو انت متضايقة ان انا ماشي معاكي؟ لا خالص، هتضايق ليه؟ امال ايه بقى؟ انت ليه ما بتحبنيش؟ وده سؤال يا حسني. الله، طب قولي لي اسال ازاي؟ يمكن ما كنتش بعرف اسال او مش فاهم. بس كل الحكاية يا حسني، الحب ده حاجة بتيجي كده، ما ينفعش ان حد يقول لحد انت لازم تحبني ولا ما بتحبنيش ليه؟ شايف ان انا ما اتحبش صح؟ ده عشان ليلى قالت لك انا واطي، ولا عشان صايع، ولا عشان يعني بعمل حاجات ممنوعه؟ على فكره بقى انا مش واطي، وفي حاجات كتير قوي مش واخدين بالكم منها. ليلى راحت بمزاجها العوام، لما لقيت الحكايه مش جايبه همها متعنى الحبتين دول بقى، وطلعت انا اللي واطي. يعني واحده لابسه الحته على الحبل ورايحه مكان كل الناس فيه اكسكيوز مي، يعني رايحه تعمل ايه؟ تدعي للايمان؟ اكيد لا يعني. ما سالتهاش ليه؟ سالها كده فجاه عملت فيها بنت ناس وحركات بلاش دي. شايفاني ان انا صايع؟ طب اعمل ايه يعني؟ طب وكتاب الله؟ انا اول ما خدت الشهاده اللي كان نفسي اخدها بقالي سنين عملت ايه بيها يعني؟ لفيت مصر كلها كعب داير عشان حد يشغلني، ولا حد شغلني، اتزلقت بس عايز اعيش يعني، انتحر. طب ايه تاني؟ مش زورت لي شهاده؟ طب انا مزور لك الشهاده عشان تاخد حقك من الدنيا. انا برضه عايز اخد حقي من الدنيا يا عاليه. احنا كلنا شبه بعض، بس ما حدش واخد باله من نفسه ولا شايف نفسه كويس. ما تزعلش مني يا حسن. ازعل ليه بقى؟ لو خدت على كلام اي حد مزعلني هموت نفسي. على فكره بقى، انا لما بفكر شويه بلاقي ان انت اجدع واحد في الحاره دي. اه والله، انا لولاك انت ما كنتش دخلت شركه عمي، ولا كنت دخلت الدخله الجامده اللي دخلتها على وسيم دي. عارف بقى لما بفتكرك لما رحت له قلت له ان انت ابن عمي بضحك جدا. والا البدله اللي كنت لابسها جبتها منين دي؟ مكلفاني بتاع 450 جنيه غير الجزمه الباتة والله العظيم. بجد يا حسني مش عايزاك تزعل مني. أنا كل الحكاية إن أنا فعلاً مش قادرة أفكر في أي حاجة خالص، كل اللي شاغلني إن آخد حقي وبس. مش قادرة أفكر في أي حاجة ولا قادرة حتى أحس بأي حد حواليا.
انا عايزه اخد حقي يا حسني. طب و سمير اللي انت ماشيه معاه؟ ما تقولش ماشيه معاه دي. هو اديك زعلت اه، بتحبيه طبعا، فكري فيه. لا طبعا مش صحيح. كل الحكايه ان هو مديلي ايده وانا ما اقدرش انسى ان مديلي ايده. طب انا مديت لك ايدي. بطل بواخه بقى. طب لو قلت لك ان انا بحبك هتصدقيني؟ هصدق، بس ما تطلبش مني اني احبك. عليا طب اديني اي حاجه احس بنفسي، احس ان انا عايش. فكك مني بقى. طب حسسيني بانسانيتي طيب. بتبتدي كده، هي بتبتدي كده. تميمه، امال فين ست فتحية؟ في المطبخ بتحضر لك الفطار. ما شاء الله وشك مورد وزي الفل. الحمد لله. يلا قوم بقى كده وشد حيلك. تعبتك معايا يا تميمه، انا اسف. ما تقولش كده، ده انت اعز الناس. انت جدعه يا تميمه. سلمى. عليا صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبتي. بقول لك ايه، عرفتي ان امير تعبان؟ ايه ده عنده ايه؟ مش عارفه، انا سمعت كده ان هو مودوه المستشفى بينه عنده زايده. يا شيخه. اه طب كويس انك قلتي لي، انا هروح اطمن عليه. اوكي. عليا. سمير. صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ ازيك. قلت اعدي عليكي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. واضح ان الباشا عجبه المكان. ما ناخد لك شقه هنا وتقعد معانا. بفكر تصدق؟ بما ان حضرتك ساكن هنا ودايس في الحاره، فشوف لي انت شقه. ما اتصلتش ليه يا سمير قبل ما تيجي؟ ويتصل ليه؟ الباشا مش غريب، ده رجله خلاص خارج على الحاره. اجيب لك جلابيه واسعه كده عشان تاخد راحتك معانا؟ بس انا عايزك. عارف ميعادك في الشغل الساعه 9، قلت اعدي عليك واوصلك ومكانك في السكه. لا على فكره بقى، ما عندناش غيرات بتركب عربيات مع ناس غريبه. دي اخلاقنا ولا انت مش عارف؟ ما هو ده الفرق بين اخلاقك فوق واخلاقنا تحت. يلا يا علي اتفضل. نعم يا حبيب قلبي. ايه ده ايه ده؟ كيس جواف انا قدامك، انا كتكوت ولا كوبايه بلاستيك انا؟ في ايه يا حسني؟ ما تعدي ليلتك دي النهارده، مش هركب معاك. لا هتركبي. نعم ما سمعتش كده، سمعني. هو مين ده؟ في ايه؟ ابن حتتها يا جدع، متربي معاها، واكل معاها من نفس الثلاجه. ابوها موصيني عليها، قال لي يا حسني علي امانه في رقبتك، ومن يومها وانا رابطها في رقبتي ومش حلها. ايه رايك بقى؟ توصل لبر ولا نكمل الغريب؟ يا عم يلا 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 يلا, يلا فين يا عم انت؟ في ايه بالظبط؟ انت عايز ايه؟ ماشي خارجه من هنا. يا عم في ايه؟ انت عايز مني ايه يا حسني؟ مالكش دعوه بيا من النهارده. يا بات كده؟ مشيت في طريق اكسكيوز مي يا عليا؟ ماشي. ده مجنون ده ولا ايه؟ خالص انت فاهم ولا مش فاهم؟ ولا انت عايز تعمل معاها زي اللي عملته معايا قبل كده؟ عملت معاك ايه يا لولا؟ قولي لي عملت معاك ايه؟ انت متهيألي كده انا مش فاهم ولا هرش اللي حصل؟ لا ده انا معديها بمزاجي، عامل فيها اهبل عبيط. قصدك ايه مش فاهم؟ مفيش حد بيعمل حاجه مش هفة عليه ولا مش جاي على مزاجه. عايزه تقولي انك كنت نازله معايا متسنجفه على سنجه 10 عشان تقضي سهره لطيفه ظريفه في العوامه عند ساميه مروعه. سامية مروحة يا لولا. صحيح على رأي المثل، عيني في الاكسكيوز مي وبقول اخي، بس انت حسبتها صح. لقيت الحسبة خسرانة. ما هو الراجل اللي اسمه مراد اللي قاعد يبصبص لك كل شوية، اللي انا جايبك من جنب أول مرة، طلع يا عيني عايز ياكل مش يدوق بس. صدق ان انت عايز تتربى. لا حاسبي، ده انا حسني، انا بس بفهمك نفسك عشان بعد كده تبقى تاخد بالك. ما انت لو كنت قلت لي لا من اول مره كان خلاص، ما كانش جرالك اللي جرالك ده. تقدري تقولي لي بقى
ايه اللي خلاكي تروحي تتحمي في واحد ما تعرفوهوش وتتجوزيه ومن ورا ابوكي؟ عشان كنت محتاجه حد يقف جنبي، كنت محتاجه راجل في ظهري. لا يا لولا مش دي الحقيقه بقى، وانت عارفاها كويس. انت رحت للي طلعك من الحاره صح؟ هسألك سؤال، الحاره اللي وقفت جنب تميمه دي مش كان ممكن تقف جنب ليلى؟ لا، تميمه عملت ايه؟ رمت نفسها في حضن الحارة، لكن انت كان عندك حسابات تانية، وعالية برضو عندها حسابات تانية. يبقى سلميني بقى على مراد بإيه؟ أصل بينا شغل عالي قوي، احنا خلاص بينا ولاد كار واحد. ايه الحلاوه دي؟ اتنين امارات حواليك، ده انت ولا هارون الرشيد. وماله يا خاله فتحيه؟ تصدقي بالله ده امير، ده غالي عند الحاره كلها. اه فعلا، عشان تعرف ان انت عزيز وغالي علينا كلنا. يا جماعه ربنا يخليكوا ليا يا رب. وبعدين بقيت كويس الحمد لله. دي عمليه زايده، يعني عمليه بسيطه. امال عمليه كبيره كنت عملتوا ايه؟ يا لهوي، عمليه كبيره؟ ده انت دخلت اوضه العمليات من هنا وانا قلبي وقع في رجليا من هنا. قولي لي يا تميمه، انا سمعت انك استاذه في قرايه الفنجان. اه ربنا بيلهم. ويا قرايه الفنجان من عند ربنا برضو. ابي تعالي جربي اشربي فنجان كده وقولي لي رايك. لا يا حبيبتي، انا ماليش في التخاريف دي خالص. تخاريف؟ ابي تعالي بس جربي يمكن تغيري رايك. تحب تشربي حاجه يا سلمى؟ لا انا همشي يا خالتي فتحيه، اصل انا عندي ميعاد مهم قوي. بخصوص سرور، انا كنت عايزه اقول لك حاجه خاصه بيه، بس لما تروق بقى. لا لا، قولي يا سلمى، انا بقيت كويس، قولي. طيب معلش يا خالتي، انا هستأذن. طيب بس ما تغيبيش علينا، انا جاي معاكي. شكرا يا تميمه. قولي، عايز ايه سرور؟ سرور عايز يتجوزني. يتجوزك؟ يا بنتي ده قد ابوكي. وانا كنت شفت ابويا فين؟ انا عايزه رايك، قولي ايه رايك؟ رايي طبعا مش موافق يا سلمى. اولا راجل كبير عنك في السن قوي، ثانيا انت عارفه ان هو طريقه مش سليم خالص. بس وجوده في حياتي يمكن يحل لي حاجات كتير قوي. يا بنتي انت هتتجوزي واحد عشان يحل لك مشاكلك بس، مش عشان بتحبيه او مناسب ليكي. إذا كان على المشاكل يا سلمى احنا قطعنا شوط كبير قوي فيها، وإن شاء الله قربت تتحل. ما تحطيش موضوع المشاكل ده في دماغك قوي. ده إيهاب. أيوه. فين وإمتى؟ حاضر حاضر. ماشي. يلا باي. عايز إيه الواد ده؟ عايز يقابلني. قابلك؟ ما تقابليهوش لوحدك، لازم تاخدي حد معاكي. ما انا هاخد عاليه معايا. يا بنتي عاليه ما تنفعش، لازم تاخدي حد معاكي. الواد ده يخاف منه، الواد ده مش سليم خالص، يخاف منه او حد صايع يقلق منه برضه. وده هيجيبه منين؟ ميرو. سلامتك. والله العظيم انا من يومي بقول عليك فيك حاجه زياده عننا، لازم نشيلها لك عشان تبقى زينا. بس ازيك يا سلمى؟ ايه الواد ده طلع تمام؟ هتبوظ عقبال كده ما نجوزك ونفرح بعيالك. حسني، عايزك في حاجة مهمة جدا. يا سلام، حسني تحت الطلب. وبعدين انت بنت الحتة واجمل حتة في الحتة. نعم يا حسني. انا هسيب الجزمه. ودي هسيب الجزمه.
احنا هنفضل كده كتير؟ مش هنشوف حالنا بقى ولا ايه؟ يا بنت خلاص، اللي راح راح، هو وربنا افتكروا وريحهم الدنيا اللي احنا فيها. احنا بقى نعمل ايه؟ نعيشها ونستمتع بيها ولا نحط ايدنا على خدنا؟ مش انا اتطلقت من عبد العزيز؟ وانتي قبضتي التمن قبل ما اتطلق؟ قبضت ايه يا اختي؟ يا حسره، ده انا يا دوبك بدفع ايجار الشقه وشويه الهلاهيل اللي جبتهم وحدتين الصيغه، ده انا كنت فاكره انهم مش هيخلصوا. المفروض بقى نعمل ايه؟ نروح لعبد العزيز. بعدين؟ انا فكرت في اللي حصل بينك وبينه وعرفت هو طلقك ليه. ليه؟ وجعتي دماغه. الرجاله ما تحبش الزن، قعدتي تزني تزني تزني. انت عارفه؟ لو كنتي قلتي له انا تحت امرك واللي انت عاوزه وانا ما داس تحت رجليك كان هيبقى عبد العزيز انا مستعد اتجوزك. هو هيقبل. اسمعي كلامي عشان تبقى البنت امها. حاجه جديده ما حصلتش. فهمتي؟ فهمتي؟ والنبي انتي اتجننتي. يعني انت عمرك ما تحسدي يا جليله. فتحي انت مبسوطه قوي. انا حاسس ان انا فعلا عايش صح وكل خطوه بخطيها صح 100%. انت عارفه انا باخد كام في المكتب اللي انا شغال فيه دلوقتي؟ هو انت سبت شغل الجامعه؟ انا كنت شغال امن، وبعد ما خدت الدبلومه اشتغلت في مكتب المحاسبه اللي انا فيه دلوقتي. اول مرتب جبت منه البدله دي دفعت فيها كل مرتبي، بس انا مش متضايق ولا زعلان لاني بعمل نفسي. انا مبسوطه قوي انك مبسوط. جليله انت كنت قلت ان انت كمان هتكملي دراسات عليا وعايزه تاخدي كورسات وتكملي دراستك. اه طبعا، بس مش وقته. انا عارف ان كلامي ده ممكن يكون تقيل عليكي، بس احنا كنا غلط يا جليله، عشنا غلط. كان كل طموحنا الفلوس وبس، لكن الطموح مكانه وفلوس يا جليله. صدقيني ما تتصوريش قد ايه ببقى مبسوط لما بدخل المكتب الصبح وامسك ملفات الشغل والقى نفسي في معلومه جديده بعرفها وشخص جديد بعرفه له مكانه ووضع. قد ايه ببقى سعيد لما بجيب كتاب عشان الاقى حل المشكله حسابيه، او ارفع سماعه التليفون عشان اعرف حل المشكله قانونيه. ياه قد ايه انا كنت غلطان في حق نفسي لما سبت شغلي ومجالي ورحت اشتغلت في اي حاجه. ده اتغيرت قوي يا فتحي. انت كمان لازم تتغير يا جليله. كلنا لازم نتغير، لازم نفكر صح بقى، مش لازم نستسلم، مش لازم نشغل بالنا بالحاجات التافهة. الحياة أكبر وأحلى من إن احنا نشغل بالنا بمين قال ومين عاد وده حبني وده كرهني. مش لازم نحط في دماغنا إن احنا نعيش أي حاجة وزي أي حد يا جليلة. يلا بقى عشان أوصلك. طب وشغلك؟ لا أنا لسه قدامي ساعة على الشغل. يلا بينا، يلا بينا، يلا. بشري عبد الحكيم لغى الميعاد وبيبلغ حضرتك ان هو اضطر للسفر، يعني هيرجع يوم الجمعه. يعني لو ممكن حضرتك تخلي الميعاد السبت لو تحب. وكمان شركه المنار عايزه حد من القسم الفني يروح يستلم الوحدات اللي خلصتها، وبيقولوا كمان ان هما بيتصلوا بقسم العلاقات العامه ومحدش بيرد خالص. حاجه ثانيه؟ لا. طب اتفضل يا عليا، اقعد انا عايزك. انت مبسوطه معانا في الشركه؟ اه طبعا جدا. انت عارفه عليا ان انا بشتغل في الشركه دي من وانا بدرس في الجامعه. عمري في حياتي ما شاركت في نشاط للطلاب ولا رحت معاهم رحلات. علاقاتي في الجامعه كلها كانت سريعه، عمري ما حسيت ان في حد قريب مني.
بس ده عاد على حضرتك بشكل هايل، يعني انا شايفه ان مفيش حد في سن حضرتك في المكانه دي. مين في سني ما عاش الحياه اللي انا عشتها؟ مين في سني ما كونش عيله؟ زماني دلوقتي معايا مراتي وثلاث اربع عيال كمان. بس يمكن يكون ربنا شايل الافضل والاحسن. نعم بالله. هو انت ما حبيتيش قبل كده عليها؟ لا. ولا سمير؟ هو سمير انسان محترم جدا وانا بحترمه قوي، بس هو كل الحكايه ان هو وقف جنبي وانا برد له جميل مش اكتر. هو انت ليكي قرايب تاني غير حسني ده؟ لا. صحيح هو عثمان بيه كان قال لي انه بابايا اسمه يشبه اسم عمك. هو كان متجوز؟ لا ما اعرفش، اصلا انا كنت صغير ساعتها قوي فما كنتش فاكر كويس. هو كل اللي انا فاكره ان هو اختفى من حياتنا خالص. تقصد مات؟ لا اختفى، بس انا كنت اكتر واحد بحبه في العيله بعد ابويا يعني. هو انت فاكره؟ طبعا، ده انا كنت بحبه حب. كان كل عيد بيديني العيديه وكان بيديني في كل مناسبه يعني فلوس كتير. انا كل اللي فاكره ان هو كان عايز يتجوز واحده وجدي رفض ان هو يتجوزها، فقرر ان هو يطفش من البيت وما نعرفش اي حاجه عنه لحد دلوقتي. واحده؟ طيب وانت تعرف عنها حاجه؟ لا ما اعرفش طبعا. اقول لك على حاجه، انا كل ما تيجي قصه عمي دي قدامي بستجدعه قوي، على الاقل ان هو اتجوز واحده بيحبها وانا متاكد ان هو عاش مبسوط وسعيد. مفيش حد في الدنيا محتاج اكتر من حد يكون جنبه بيحبه بجد. كنت فاكرك هتقول عليها مش كويسه. مش كويسه ليه؟ وعشان جدي رفض ان عمي يتجوزها تبقى مش كويسه؟ يمكن ربنا راضي عنها اكتر منه، احنا بس اللي بنحب نعقد الدنيا قوي. قولي هو عمك كان عنده ولاد؟ مش عارف، معرفش حاجه عنه لغايه دلوقتي هو فين. انا لو كنت عرفت له طريق او سكه كنت رحت له لحد عنده. نفسي اعرف هو مدفون فين واروح اقرا له الفاتحه. هو انت ما عندكش صوره ليه؟ عندي صوره ما بشيلهاش من محفظتي ابدا. بس اتأثرت بكلامك والصورة، شكله كان بيحبك قوي. تميمة ازيك؟ عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ تعالي اتفضلي. الحمد لله. وحشاني قوي. انت كمان قوي يا مريم. عامله كفته تحفه، تاكلي معايا ولا هتخافي من اكلي؟ لا خلاص بقى، انا عرفت ان اللحمه بتيجي من عند عم احمد الجزار. عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اكلمك يعني في موضوع كده ومش عارفه اذا كان ينفع ولا لا. قولي يا تميمه. اموريني. طبعا يا حبيبتي. امير عيان، انا في كلام لازم اقوله لك ومش عارفه اذا كان هيزعلك مني ولا لا، بس لازم اقوله. امير بيحبك قوي. امير راجل وجدع وطيب وحنين، عمر ما حد في الدنيا دي واقف معايا قده، عمر ما فكر في ايه مصلحته انه يقف جنبي، راح معايا اخر الدنيا وما قالش انا مالي ومالها. انا عارفه ان انت من دين وهو من دين، بس انا سالت وعرفت ان مش مشكله. عارفة يا تميمة؟ أنا هقول لك على حاجة. قولي. والله ما تخافي، أنا عارفة إن الستات ما بيبلش وبقهم فولة، بس أنا غير كده. للأسف أنا بحب أمير. طب الحمد لله. بس للأسف برضه في حاجات كتير قوي لازم أحطها في اعتباري الأول. مش فاهمة. الجواز يا تميمة مش اتنين بس بيحبوا بعض، في حاجات كتير قوي لازم تبقى موجوده الاول، التفاهم والتعايش
لازم الاتنين يبقوا شبه بعض. ياما بيوت اتفتحت واتبنت على الحب واتهدت في اول خلاف فكري. مش فاهمه ومش عايزه افهم اللي انت بتقوليه. كل اللي اعرفه ان امير تعبان وان الزياره منك هتخليه كويس ومبسوط، وانا عايزه اشوفه كويس وفرحان. انت طيبه قوي يا تميم. خلاص انا هزوره بس عشان زياره المريض وجبه بس. والنبي انت زي العسل. شفتي بقى هتاكلي معايا بس اللحمه من عند عم جرجس مش عم احمد. ايه؟ انتي متجوزة؟ ردي عليا، انتي متجوزة؟ كنت متجوزة. ودلوقتي؟ أرملة. طيب وبعدين؟ بعدين ايه؟ مفيش أي حاجة تانية عايزة تقوليها؟ عن إذنك شريف. شريف 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 مكان غير ده يا حسني. طب زلمتك يا بوب، في مكان احسن من ده نقعد نمخمخ فيه كده ونتفق. صراحة انت اصلي. انت كنت عايز ارقام الحسابات من المدير المالي ليه يا ايهاب؟ مفيش، كنت عايز اعرف ارقام حسابات وسيم في البنك. كنت عايز تعرف ارقام حساب وسيم كان في البنك ولا كنت عايز تنها في الحساب؟ انت كداب وكل حاجه قلتها لنا قبل كده كده. لولا ان عليا عرفت بالصدفه كده حكايه انك عايز تاخد ارقام الحسابات بتاعت وسيم ما كنتش قلت لنا اي حاجه، صح؟ صح. ويا عليا عرفت منين بقى؟ اصل كوكو كلمت مدير الحسابات من الشركه وانا دخلت على الخط وسمعته. وبعدين يا كوكو لما تبقي تكلمي مدير الحسابات من الشركه وترتبي حاجه زي دي ابقي خدي بالك الاحتياط واجب برضه، مفيش حد ينفع يتكلم من حدود الشركه في حاجه زي كده. يا جماعه راح عليها يعني عادي غلطت وكده يعني ما تجرحوش احساسها، صح؟ حساسها بتضايق ونفسيتها بتفرول يعني ما ينفعش. بعد اذنك يا بوب، بعد اذنك اسمحي لي براسك معلش بوب، لازم الناس تقدر. انا بجد ما خدتش والله بالي من الموضوع ده خالص ولا كنت بالك من اي حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما
تجيب من الاخر وتقولي لنا اللي في دماغك. شوف انا ما فيش اي كلمه باللي انت قلتها دخلت دماغي. انا عارفه ومتاكده انك بترتب لحاجه احنا مش عارفينها. حكايه انك بتبيع لهم ارض وبتسقعها وتضرب لهم كام مليون من مناقصه حكوميه، انا الحكايه دي مش داخله دماغي. طب يخش في دماغك ان وسيم عنده مليار و200 مليون جنيه في البنك، ولو الارقام دي كلها اتنقلت على حساب حد تاني الفلوس دي هتبقى بتاعتنا. بقول لك ايه؟ كاميليا مش هتنفعك. خلصنا بقى. كاميليا؟ دي كاميليا دي حبيبتي. وبصراحة كده أنا ما بحبش الخيانة. ولا أنا بحبها. بس بصراحة هي تستاهل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ والله ما جبتش لي في الموضوع اللي أنت بتعمله. والله ما جبتش يا مرة. إيه ده؟ أنت بتعمل إيه العرض ده؟ معقول يا حسن ده أنا لبان أنا اللي جبتك معايا. إهدى يا عم. والله ما عن شعرك شبك في الحلقة في بسلمك والله. خلاص بقى يلا بقى قدامي يلا. الله يلا. اتأخرت ولا حاجة على ما مش عرفت أجيلك. يا لهوي سانشاين اون ذا نايت. بصراحة بقى أنت إيديك تقيلة قوي. ولا تقيلة ولا حاجة، أنت زودتها خالص. هو كان هياخد باله، كنت عايزني أعمل إيه؟ سيبك أنت، عليا النعمة أنت منورة الدنيا. أنا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا. بص بقى أنا عايزك تاخدي راحتك خالص وتنتشري في الشقة كده، شقة شرحة وبرحة وهتعجبك قوي. عندنا بقى في الأوضة دي سرير خشب زان، إنما إيه أصلي يريح الجتة ويرم العظم كده ويخليك تحلمي أحلام ما حصلتش. آه والله. ما تيجي بقى. لسه بدري على الكلام ده؟ لا بدري ولا حاجة. معلش ما نسيت أضيفك، تشربي إيه؟ حشيش ولا بيرة؟ بيرة. فعلا بيرة مشروب العصر. اتفضلي. قدامك يا ريس. حلو، اتبسط. تعال. اخبار مراد ايه؟ مراد؟ مش فاهم ساعة انت بتقصد. لا كده ازعل منك، انت عارف كويس قوي انا اقصد ايه. يا باشا انا خدامك وامرني وانا انفذ. طب مراد حبيبك؟ كان يا باشا. كان حبيبي وخلصت خلاص وانا اتعلمت. بمعنى؟ بمعنى يا باشا ان انا الراجل بتاعك ودراعك اليمين واللي سعادتك تامرني بيه ماشي عليا وعلى غيري من غير كلام. بس مراد لسه بيحبك. مش مهم يا باشا هو يحبني، المهم انا احب مين. صح صح يا جميل. أمورني يا باشا. أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران عليا. هلف وأدور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى كل الناس فاهماني غلط. أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما عاوز حاجة أعملها على طول. مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقة؟ ما قلتلكيش أم عيانة تعالي زوريها ولا أبويا في الجيش؟ صح؟ عمرك شفتي صدق أكتر من كده؟ لا خالص،
بس انا عايز اعرف هي عليا دي تقرب لك ايه؟ بنت عمي. اصل انا جدي كان نسوانجي وانا بقى طالع له كل شويه يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، بقى ليها في كل حته بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين. بس قولي لي انت ايه علاقتك بإيهاب؟ إيهاب انت عرفتي ازاي؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط، وانت بالذات ناوي على ايه وانا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش امان، لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع، الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس. يعني ايه؟ يعني انا لا يهمني عاليه ولا يهمني غيرها، انا كل يهمني الفلوس، عايز اطلع من هنا وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عمليه جديده، وانا عايز اعرف هي ايه معاكم. بس عاليه دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عاليه دي. عاليه دي احطها في جيبي. عارف عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفه ان انت ذكي مش هتستغبى عليا، مش هتلف وتدور، بس انا مش هقولك على حاجه خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا. وانا اثبت ده ازاي بقى؟ انا هبقولك تثبت ده ازاي. الف سلام عليك. الف سلام. الف سلام. القهوة بتاعتي بسرعة. شكلك تعبان. ما نمتش كويس طول الليل. ألف سلامة عليكي. أنا عارفة إن السهرة امبارح كانت متعبة، بس حبيت أجي أقول لك آسفة لو كان حزني ضايقك. معلش هو على طول كده زنان، أصله طول عمره بيموت في الستات الحلوة. حصل خير، بس أنا كنت طول الليل بهدي إيهاب وأقوله إن اللي حصل ده ما يستدعيش خالص اللي هو عمله، بس أنا كان لازم أوقفه عند حده عشان ما يسوقش فيها. وأكيد طبعاً إيهاب ما سابكيش. لا خالص، ده هو روح بسرعة عشان خاطر كان وراه ميعاد مهم جداً. هو حسني ما كلمكيش؟ لا. ولا أنت كلمتيه؟ هو لا كلمه ليه؟ على العموم هو باعت لك معايا هدية ومستني تكلميه عشان تقولي له رأيك إيه. عن إذنك. ساعة على مين يا بنت؟ ده انا صيح ساعة متكلفة. ده انا همسح اشهر شعري بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ اه والله، اصل الكبير بيعمله ب 400، قلت العملية مش مستاهلة بقى، خليها عند الصغير. خرابي على دي بلد. كاميليا، انا اول ما صحيت من النوم قلت لازم اجي اشوفك. ايه؟ عجبتك الهدية؟ انت واحد سافل. ده ليا الشرف. وبعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكرة أنا عملت لك ألبوم سوا، أنا عارفة إن أنتِ بتحبي تحتفظي بالحاجات دي أوي، مش كده؟ وسيم باشا! وسيم باشا! إيه يا باشا؟ شفت بقى؟ علمت بقى إن أنا هتظبط عليها ساعة الجامعة؟ أنا زعلان منك بصراحة. زعلان مني أنا؟ ليه بس؟ يا باشا أنا هقعد أدور عليك وأجري وراك عشان أشوفك ولا إيه؟ إحنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن تعالى. إيه الشياكة دي؟ أكيد سينيهات بقى وماركات ومقضية. ما هو انتي لو تقولي لنا انتي واللهبه اللي ماشيه ورا ده بتعملوا ايه؟ كانت كل حاجه اتحلت ومشيت تمام. يعني انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا هيني اتجننت ولا ايه؟ يا اخي بتوديني وتجيبني هتجنن؟ يعني مش كنت نزلتك وخلصت كان بقى احسن؟ أنا بعيني اتجننت، أنا سلبني. يعني يا ترى دلوقتي هو هيقول عليا إيه؟ مش عارفة.
اشوفه تاني ولا خلاص كده مش هيبقى موجود في حياتي. يا رب يا رب. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه كل ما حاجة حلوة تحصل في حياتي تتاخد مني؟ ليه يا رب؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ مش عارفة يعني هفضل كده في الدنيا تلعب بيا شمال ويمين عنا بتخلص عليا؟ يا رب يا رب ريح قلبي بقى. يا رب ريح قلبي. يا رب يا رب. أنا جاي أطمن عليك. إزيك يا بنت يا ليلى؟ ما بتسأليش على أمك فتحية ليه؟ ها؟ والله يا خالتي تعبانة ونفسيتي زي الزفت. طب تعالي. إيه اللي حصل؟ مش خلصتي خلاص من مرات أبوك العقربة؟ الله لا يرجعها. ما عارفة أقولك يا خالتي، أنا قلبي مليان معبي بس كلام مش عايز يطلع. تبقي خايفة؟ ما هو الواحد ما يسكتش ويكتم في قلبه إلا إذا كان خايف أو عامل عاملة سودة. عندك حق. وأنت إيه بقى عاملتك؟ ما يا خالتي ما قادرة أتكلم. يبقى هتفضلي كده محتارة وواقعة في الغلط ومش هتوصلي لبر الأمان. كان في مثل بيقول أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، وأنت مش عايزة تتعلمي. يا خالتي ما هي كده. بصراحة بقى أنا مش عايزة أسمع حد يقول أنت غلطانة. أنا زهقت من أنا أطلع غلطانة. أنا كل اللي حصل لي اتحطيت فيه غصب عني. شوفي يا ليلى، أنت تسمعي الكلام اللي يتقالك واللي ينفعك تعمليه، واللي ما ينفعكيش ترميه ورا ظهرك. شوفي يا حبيبتي، انا بيتي مفتوح لك وعمري ما هقفل بابي في وشك. انا حضني يساعك ويساعد بنات الحاره كلهم. انت بنتي ومهما عملتي هقف جنبك وحسندك. انا همشي وعارفه انك هتجيلي. غبت يعني؟ كلمتك كتير وما بترديش، كنت فين؟ كنت بزور ناس مزاز عليا قوي. بقول لك ايه، شكلك كده تعبان، ما تريحي الايام دي شويه وما تشوفيش حد، ايه رايك؟ يا ريت. اول ما عرفت انك موجوده قلت لازم اي اسلم عليك. وحشتيني موت. انا جاي اسالك عن حاجات وعايز اخذ رايك فيها. بس انت قولي لي، انت كنت مختفي فين؟ انت كنت معتكفه؟ صح، مين اللي قالك؟ طالما ما قلتيش للشيخه وحدش عارف انت كنت فين، فقلت اكيد نزلتي لهم يمكن. شوفي، انا داخل على صفقه كبيره قوي وخايف اخسر فلوسي، بس لو قلتي لي اوكي هخشها بقلب جامد وليكي 20% نسبة. ها؟ قلتي ايه؟ اوكي. اوكي؟ يا حبيبة قلبي، خلاص هخش الصفقة. دلوقتي الأخت كمان يا ربنا يسترها
حكيت لنا الحكايه من اولها لاخرها. ده الموضوع طلع كبير قوي. لازم طبعا يبقى كبير. انا مش هضيع حياتي وسمعتي علشان مليون ولا نص مليون. الموضوع الكبير لازم يبقى ليه هدف اكبر. حلو ده. على ان انا انت راجل عسليه ودخلت دماغي. قول لي بقى يا حلو، انت بقى ناوي على ايه الكبير ده عشان نبقى معاك على الخط؟ انت مش بتقول ان كاميليا قالت على كل حاجه؟ اه بس عيب يعني، احنا اولاد كار واحد وانا صايع. الاخت كاميليا ربنا يسترها يعني عارفه نص الحكايه. الكلام اللي قالته عامل زي الكلمات المتقاطعه، ناقصه حاجات وانا عايز احلها بقى. يا ريت يعني تقول لي ناوي على ايه. شوف يا ايهاب باشا، انا مش حابه يبقى في شوشره والاقي نفسي في سين وجيم وفلوس لازم ادفعها واقساط بنك مش هتنتهي. بس انت لو ما جبتش من الاخر كده انا هقلب على راسي الترابيزه كلها وعلى نفوخك انت كمان. قلت ايه؟ والله بحبك ولا بموت فيك يا روح امك. طب لو وسيم عنده مشكله ماديه انت هتستفيد ايه لو هو ما عندوش فلوس؟ وسيم عنده مشاكل قانونيه مش كده يا بابس؟ صح، وسيم فعلا عنده مشكله قانونيه. التعديل الوزاري الجديد ده عامل له شويه مشاكل. لو الوزير الجديد جه واكتشف ان وسيم واخد الارض مش بتمنها الحقيقي، ساعتها وسيم هيتعرض للمساءله القانونيه وهيتحط بقى تحت بند قضايا الفساد والحاجات ديت يعني، وده طبعا هيضره في مشاريعه وفي سمعته. غير طبعا موضوع هو متهرب من الضرايب، عليه 15 مليون جنيه ضرايب صح؟ بالظبط كده. طب هو ايه الديل اللي بينك وبين وسيم يا باشا؟ هو طبعا فاهم ومتاكد ان انا عامل ديل بينه وبين الحكومه الجديده علشان اساوي بقى موضوع الضرايب والمشاكل اللي عنده دي كلها. صلاه النبي احسن. قول لنا بقى يا بوب هتعمل كل ده بقى ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. احنا اتصلنا بحد مهم على علاقه بالوزير الجديد وطرحنا عليه ان في شركه سعوديه اماراتيه عايزه تعمل مشاريع في الساحل الشمالي وهتدفع مبالغ مهوله، وطبعا دي فرصه في الوضع الحالي. أنا طبعا فهمت إن وسيم قريبي من بعيد وإن أنا هظبط له الموضوع ده مع الحكومة، وإن شاء الله لما يشتري هنعوضه بقى من الشركة السعودية الإماراتية دي. وإنت عارف إن الموضوع عمره ما هيتساوى، بس الأهم إن يبقى فيه اتصال بشكل دائم، وبعدين يبقى فيه اتفاق عن طريقك لتسوية الموضوع، وهو ده الديل بقى اللي بين وسيم والحكومة. والمبلغ ده بقى في جيبك يا حلو. ولأن الشخص اللي ليه علاقة بالحكومة مستحيل يقول إنه كان بيحاول يعمل سرق فاس ده، مع ان وسيم مش معقول انه هيقول انه دفع رشوة عشان يحل الموضوع. لما الكل هيلاقيك فص ملح وداب محدش هيتكلم صح؟ صح طب. يا سلام يا سلام، دي ايه الدنيا دي؟ على النعمة انت جوا. بعدين هنفضل قاعدين كده؟ ما خلاص اللي راح راح، ولا هنعرف نحييه ولا هنجيبه. نموت احنا بقى ولا نعيش؟ وبعدين يا بنت الفلوس هتخلص وهناكل الزلط. اسمعي كلامي، الدنيا دي مش عايزه اللي يقعد حاطط ايده على خده، عايزه اللي يتلحلح كده ويعرف يعيشها. سامعه؟ بعدين ايه اللي حصل يعني؟ راجل وطلع ندل في داهيه، في 60 داهيه، في مليون واحد غيره يجي. ايوه انت حلوه وجميله والف واحد يتمناكي. بعدين عايزه اقول لك على حاجه بقى ولازم تعمليها. انا من ايدك دي لايدك دي. المقصوف على عمره كان كاتب مؤخر 20,000 جنيه، مش هنسيبهم. اه هتروحي تجيبيهم من حباب عينيه، والا ورب الكعبه ارفع عليه قضيه والففه في المحاكم. اعملي اللي يريحك يا كريم. شاطره. طيب اهلا يا مريه. اهلا. اهلا يا حبيبتي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. والله انا قلبي كان حاسس انك هتيجي تزورينا.
ده أمير هينبسط قوي لما يشوفك. اتفضلي. والله ما كان له لزوم. حاجة بسيطة. اتفضلي ارتاحي. ايه؟ ناريه ازيك؟ ايه بس اللي قومك من سريرك؟ إذا ما كنتش قوم عشانك أنتِ، قوم عشان مين؟ إيه؟ هقوم أعمل لكم شاي. ما تتصوريش زيارتك دي مهمة أوي بالنسبة لي قد إيه؟ ما كانش ينفع أعرف إن أنت تعبان وما أجيش أزورك. وحشتيني يا مريم. استنيتك تتصلي بيا، ما كلمتنيش خالص. طيب ممكن ما نتكلمش في حاجة دلوقتي بقى. أنا جاية بس عشان أطمن عليك. أمال أنا ليه كل ما أقرب منك ألاقيكي بتبعدي؟ في إيه؟ طيب أنا همشي. استني. علي. علي. يا مريم أنا محتاجك جنبي أوي. أنا ما صدقت إن أنت تيجي وأشوفك. أمير أنت لازم تحس بيا. أنا تايهة والدنيا كلها ملخبطة جوايا. أنا في دوامة ما يعلم بيها غير الرب. خايفة أخد قرار مبني على مشاعر مش عارفة توديني فين ولا نتيجتها هتبقى إيه. على فكرة أنت لازم تحس بيا أكتر من كده. حاضر. حاسك أكتر من كده بكتير. بس أنا عايز أسمع حاجة واحدة منك بس. أنت بتحبيني ولا لأ؟ برضو؟ برضو. يعني شوية صغيرين قد كده. شوية صغيرين؟ بس أنا بحبك كتير. طيب أنا عندي حفلة في الكنيسة قريب، هتيجي بقى ولا إيه؟ لو حابب يعني. إن شاء الله لازم أكون موجود طبعا. مرتين. ستي راعي حالتي الصحية، أنا لسه عامل عملية بالراحة عليا. خدها بكرة. أمر يا ريس. مش محتاج حاجة يا قد. لا يا ريس أنا تمام. اوعى تكون عايز فلوس ولا أي حاجة وما بتقوليش، هزعل منك. حبيبي يا ريس. ولا أنت لسه زعلان؟ لا يا ريس، إحنا كلنا هنا خدامينك. يبقى لسه زعلان. شوف يا بكرة، أنا ممكن أبقى وسخ مع الناس كلها إلا أهلي وناسي، وأنت عارف الكلام ده كويس. عارف يا ريس. وبعدين يا أخي ما تنساش إن أنت برضو كنت أحد الأسباب في العز والنغنغة اللي إحنا فيها دي. العفو يا ريس، أنت الأصل. تعيش يا تعرف يا بكرة، أنا متضايق. من مين يا ريس؟ مش هتصدق. قول يا ريس. من حسني. حسني اتغير. لا يا ريس، ما انت عارف ان حسني يعني بيحب يعيش لمزاجه، بس في الاخر هو بيحبك. وانا كمان بحبه. شوف يا بكرة، انا عايز حد يبقى دراعي اليمين، حد يفهمني من غير ما اتكلم، يبقى عينيا اللي بشوف بيها في كل حته. باشا انا رقبتي ليك. صياد طول عمري بيقول عليك بتفهمها وهي طايره. حبيبي يا ريس. خد يا ده بكرة. يلا خد النفحات دي. أنا عارف إنها متأخرة. إيه ده يا ريس، خيرك سابق يعني. هي تحطها في جيبك قد ده، أنت بتموت في الفلوس زي عينيك. ماشي يا ريس ماشي. تعال بكرة. أمرني يا ريس. أنا قلقان أوي من اللي اسمه جمال ده. والله العظيم وأنا كمان. أنا قلت كده برضه. بس ما تقلقش يا ريس، كل شارع وله نهاية. صح. طب يلا روح شوف أنت بتعمل إيه. ماشي يا ريس. ايه يا عم؟ وانا لازم ادور عليك واكلمك مليون مره يعني عشان ترد عليا ولا ايه؟ احنا عصيه على بعض.
انت يا ابني لا اتصلت ولا كلمتني، ما انت عارف انا بقالي قد ايه في مصر، وانت عارف ان انا كنت في الغردقه ولسه راجع، وبعدين انا كلمتك قلت لك تعالى وانت اللي ما رضيتش. يعني اسيب شغلي وانزل اتفسح؟ شغل ولا مزه؟ شغل مندوب، انا جاي هنا عشان اشتغل يعني. طب يا ترى فلوسه حلوه ولا زي كل مره؟ يعني مبلغ مش بطال. طب ما ترسيني على الحكايه عشان ابقى معاك على الخط. اوبا، طالما ساهمت كده يبقى الموضوع كبير وعايز قعد. بص انا هاجي لك ابات معاك النهارده، وهاجي لك فايق يا عم كمان عشان اسمعك. تيجي تبات عندي يبقى معلم المزه طردتك وانت مش لاقي حته تبات فيها صح؟ ما انت عارف. ما انت حبيبي هستناك. بقول لك ايه؟ حلوه؟ اصل باين في عينك قوي ان الحكايه فيها بنت، وبنت جامده كمان. اصلك ما تقعدش لوحدك كده تشرب قهوه وتركز الا اذا كان في موضوع، وموضوع كبير قوي كمان. ماندو ما تقوم تخلص اللي عندك وانا هستناك النهارده. طب طلب سخيف بس شويه. لا مش كتير والله. استحاله يا عم هرجعهم لك والله. مش لما ترجع اللي عليك الاول يا ابني، انت عارف عليك كام. طب تصدق انا زعلت. ماشي امسك يا معلم، بس دي اخر مره. ها عيب عليك. يبقى هات عشا معاك وانت جاي. انت بتديهم لي بقى من هنا وتاخدهم من الناحيه الثانيه ولا ايه؟ تصدق ان انت معفن؟ امسك يا عم عشان تعرف بس ان انا خيري عليك حبيبي. ده انا لحمه تفهم خير. ماشي سلام. أنا لازم أحسم الموضوع بقى أو لا. اتفضل. هتجري ورا الفلوس تاني ولا هتحاربي عشان اللي حسيتي بيه؟ أمير أنت شايفة أنه أكتر واحد مناسب، وهو الراجل اللي أنت بتدوري عليه من زمان، وسرور غني مليونير. هو صحيح أكبر منك شوية بس مش مهم. يا ترى إيه اللي أنا لازم أعمله؟ إيه الخطوة الحقيقية اللي لازم تعمليها يا سلمى؟ عصفور في الإيد أحسن من عشرة على الشجرة. ده أمير بيحب ماريا. بتفكري في إيه؟ بفكر في اللي أنت قلته لي. نقول مبروك؟ مبروك. انت جيتي هنا ازاي؟ من الكارت اللي انت كنت سايبهولي. كلمتك كذا مره ما ردتش عليا. الموضوع انتهى خلاص. مش من حقك على فكره، مش من حقك تنهي الموضوع لوحدك. انا من حقي اتكلم واقول اللي عندي. وانت عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول اللي انت ما تعرفوش، اللي لو عرفته ممكن تغير رايك. انا ما خبيتش عليك، أنا كنت خايفة أخسرك. أنا خسرت حاجات كتير قوي في حياتي كنت بحبها،
عشان خاطر الظروف اللي زي الزفت اللي انا بمر بيها واللي مش بايدي. انا ما سبتكيش عشان انت حامل، انا سبتك عشان كدبتي عليا. انا ما كدبتش عليك، انا خبيت، كنت خايفه. كان من فضلك تديني فرصه اتكلم. اسمعني، انا اسف، عندي شغل. معلش، عشان خاطري حاول تسمعني، يمكن لما تسمعني تغير رايك او يعني اللي يريحك، بس يعني دي فرصه اتكلم عشان احس اني مره في حياتي دفعت عن حاجه بحبها، عشان لو راحت مني ارجع عشان بنتي، عشان خاطري. طيب يلا. مفيش فايدة، انت زي ما انت عمرك ما هتتغيري. لا مش صح، انا اتغيرت كتير وكتير قوي كمان. فين بقى التغيير ده؟ تقدري تقوليلي ازاي تقبلي عرض زي ده ومن غير ما تقوليلي؟ ايه يا سلمى، ناوية تعملي زي المرة اللي فاتت وتوقعيلك في مشكلة اكبر؟ لا ما تخافيش، مفيش اي مشاكل تاني، ده حتى المشاكل اللي عندي كلها تتحل. انت مفيش فايدة فيكي، وانا بجد ما بقتش قادرة استحمل، ده انا قلت خلاص ربنا هداكي. يا حبيبتي ما تخافيش. اه صحيح، هو فتحي عامل ايه؟ وايه اللي جاب سيرة فتحي دلوقتي؟ اصلا انا سمعت انه اشتغل في مكتب محاسبة كبير، ده طلع اشطر مني ومنك وعارف هو عايز يعمل ايه. ده اللي حصل له ده بسبب اللي انا عملته فيه، يعني انا ليا فضل عليه؟ انت هبلة؟ لا والله العظيم بتكلم بجد، ده لولا جناني ولولا قلت له بره ما كانش اتلحلح. بس خدي بالك فتحي بقى كويس وهو لسه بيحبك يا جليلة. اللي انت عملتيه ده كان ممكن يودينا كلنا في 60 دقيقة. انا بس كنت عايز اعرف عليا دي اخرها ايه. عليا اتلعب عليك يا حلوة منهم هما التلاتة، انا مش مطمن على فكرة. طب والعمل؟ معرفش، ما انا عمال اركز مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه، انا لازم اخلص العمليه دي بعيد عنهم، مش عايز حد يحس بيا. الحل في ايديك انت على فكره. حسني، حسني ده لازم نبعده عن الحكايه كلها. انا حسني ده نفسي اشوفه متعلق في ميدان عام من رجليه، ابن الكلب الواطي. انا يصورني بالطريقه دي؟ اعمل لك ايه؟ انا قلت لك روحي اه، لكن ما قلتلكيش تتصوري. ايه؟ انا هفضل قاعد كتير كده؟ من ساعة ما دخلنا وانتي ساكتة بتفكري هتقولي ايه ولا مش لاقي حاجة تقوليها؟ وانت ليه بقيت قاسي قوي كده؟ انا مش قاسي عليك، انا عايز افهم، عايز اعرف. هو انا والله العظيم انا كنت هحكي لك على كل حاجة من اول ما شفتك، بس بصراحة انا كنت جبانة، خايفة اقول لك يمكن تتضايق وتبعد عني. كنت زي أي بنت بسيطة تحلم أعيش في حارة على قدي، أشتغل يوم بيوم، بحلم. بس الدنيا كانت مضيقة عليها شوية، مش عايزة أشغلك بالظروف اللي أنا كنت بمر فيها، لحد ما ربنا بعت لي ملاك من السماء، بني آدم حنين قوي، حس بيا ووقف جنبي ورجع لي ثقة في نفسي وإن أنا من حقي أعيش وأحلم زي الناس، واتجوزني. بس يعني الله يرحمه ربنا افتكره،
لما مات كنت فاكرة ان انا مش هعرف اعيش تاني ومش هعرف احب تاني لحد ما شفتك. حسيت انه لا انا ممكن احب تاني، بس خفت اقول لك تمشي وتسيبني، يعني متضايقه قوي ومش هقدر. انا ما كنتش عايزه اخبي عليك حاجه، انا عايزاك تعرف كل حاجه عني، عايزاك تعرف اهلي وتعرف بيتي وتيجي حارتنا وتتعرف على ابويا. انا مش عايزه اخبي عليك حاجه، صعب قوي ان انا بقول ده الشيء، بس انا بحب بجد، مش عايزه ابعد عنك وهحارب عشانك. تصدق بقى ما تصدقش، انت حر. على فين؟ عايزه اغسل وشي. احنا مش كنا روحنا البيت احسن؟ انا ما بحبش الاماكن دي. معلش يا حبيبتي، هنتعشى ونروح على طول. اهلا يا مدام، فينك؟ ايه لابسه اسود ليه؟ اصل انا ابويا مات. محدش قال لي. وانت ليه ما سالتش؟ انت جايه ليه يا هلا؟ ما هو لو انت كنت عايزاني اعرف ان ابوكي مات او عايزاني اقف جنبك كنت قلتي لي. هلا انا راجل كبير وفاهم الدنيا كويس واعرف اقرا الناس من اول لحظه، وفاهم الكويس من الوحش. في بعض الناس مش فاهمه نفسها ومش عايزه حد يفهمها نفسها. الحقيقه بقى ان انت مش عايزه تعترفي ان اي حاجه حصلت لك في حياتك انت السبب فيها، مش اي حد تاني. على فكره انا كنت متوقع ان امك تيجي معاكي عشان المؤخر، بس مفيش مشكله. شيك اهو نجهزه من اول يوم. انت قاسي قوي كده ليه يا عبد العزيز؟ انا مش قاسي يا مدام هاله، انا واقعي. انت عايزه تعملي كل اللي على مزاجك، محدش يقول لك انت غلط. عايزه كل الناس تقول يا حرام دي مظلومه، الدنيا والايام ظلموها، يا تعمل ايه؟ ما كانش في قدامها غير الطريق ده تمشي فيه. انما الحقيقه بقى ان انت كان قدامك 100 طريق، بس انت اللي مشيتي في الطريق ده بمزاجك. وانت بقى الصياد. ايوه انا بقى الصياد، انا بتاع مزاجي. ما هو انا يا مدام هاله لو عايز اتجوز جوازة قدام الناس في العلن كنت هتجوز واحدة من مستوايا، من بيئتي، تشرفني، شبهي. لما بقى الجوازات اللي بالي بالك اللي انت عارفاها زي السيجار ده. بصي اخد مزاجي منه
ولما يخلص ارميه في الارض ادوسه بجزمتي. على فكرة امك مش هيعجبها كده وانا ما بكتبش شيك مرة تانية. هو انا قلت لك انت طالق ولا لا؟ معلش اصل انا بنسى. انت طالق يا هاله؟ حسني باشا، حسني باشا، باشا فين يا بكر؟ سلام يا بيبي، اتصل بيك من الصبح وانت ما بتردش. معلش بس انا كنت دايخ شويه كده ومشغول، نسيت اشحن الموبايل. معلش يا باشا، هو منبه علينا ان احنا ما نرجعش الا بيك، عاوزك ضروري. اتفضل يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انك انت السلام، انت السلام. القطة مالها؟ شكلك عايزة تقولي حاجة. يا عارفة يا ليلى؟ بقالك سنين ما حضرتنيش الحضن ده. يابا محتاجك قوي، خليني في حضنك كده العمر كله. يا سلام يا بنتي. معلش معلش يا ليلى، انا الغلطان يا بنتي، انا اللي نسيتك واهتميت بنفسي ونسيت ان انا عندي كنز لازم احافظ عليه. خفيش والله ما حسيبك تاني ابدا. في ايه؟ نخش جوه. انا خايفه يبقى مراد. مراد ولا الجن الازرق؟ خش خش، ان انا ورايح الكلام معايا انا. ايوه. مساء الخير. مساء الخير. مش ده بيت المدام ليلى؟ حضرتك مين؟ انا معلش يابا، انا اسفه. معلش هفهم حضرتك، اديني ثانيه. على فكره انا كان ممكن انسى اللي انت عملتيه النهارده، كان ممكن اقول لنفسي انا مش عايز اعرف هي مشيت ليه، بس عشان انا باقي عليكي جيت لك هنا النهارده عشان اعرف انت مشيتي ليه. ايوه يا استاذ، ممكن اعرف حضرتك مين وعايز ايه؟ والله هقول لك، والله هقول لك يابا. معلش انا اسفه. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا شريف. انا اسف ان انا جيت في وقت متاخر زي ده، بس الحيره هتموتني.
بس خلاص لا تخافي، تعالي 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 معي تعالي معي. لا تخافي انت. ايه انت فين؟ سايبني وسارع فين يا عم حسني؟ بس هو انت كده عمري ما احتاجتك ولقيتك. هو احنا مش اخوات ياض ولا انا ايه؟ بيتهيألي في ايه يا ابني؟ احنا طبعا اخوات، بس عامل لك ايه؟ ما انت اللي قاريني شغل ليل ونهار كأن مفيش حد غيري في الدنيا يعني، وانت قاعد مريح هنا مفخر. طب ما بتردش على الموبايل ليه؟ ما بتردش على الموبايل ليه؟ ايه السبب يعني؟ معلش يبقى عندي ظروف، ابقى نايم، عندي زيارات عائليه يعني. هو انت متضايق ان احنا بنشتغل مع بعض؟ ولا انت متضايق ان انا بقيت اكبر منك؟ هو انت بتغير مني يا شكلك بتغير. ولا انت متضايق ان انا بقيت الكينج؟ انا الكينج؟ كينج ايه بس يا سلام؟ لا هو في من الاخوات حاجه زي كده؟ لما اكلمك ترد عليا. حاضر هرد عليك. ولما عاوزك تجيلي لحد عندي يا حسن هجيلك طياره. هو تعبان تعبان وزعلان منك. زعلان منك عشان انت صاحبي صاحبي والمفروض تبقى جنبي. طب تعال تعال هجيب فين؟ تعال اقعد بس. لا يا عم مش عايز اقعد. يا عم اقعد نتكلم مع بعض شويه. اقعد 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 كده. هات الكاس ده. لا لا استنى استنى طيب. خد يا سلام انا عمري ما ازعل منك. انت اتجننت في نفخك. يا عم انت ما بقتش معايا. ما اعرفش انت سارع فين ولا بقيت بتحكي لي حاجه. انت اتغيرت يا على الطلاق اتغيرت. خلاص يا سيدي اللي تشوفه. بس اهدى كده بقى. هو بقى انا تعبان. تعبان قوي. بكرة بكرة عمر حسني باشا. اعمل الباشا في الجلعة يا حصل يا ريس. انتي عامله ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله تمام. تحبي تشربي حاجه؟ ياه ومن امتى الحب ده كله؟ ايه اللي فات مات؟ لا اللي فات عمره ما بيموت. احنا بنحاول ننساه لكن يموت ما اعتقدش. ما يبقاش قلبك اسود. لا وانتي يا حبيبتي قلبك بمبه مسخسخ. انا عارفه انك شايله مني. تعالي نتفق ان انا غلطانه وانتي كمان غلطانه يا علي. على اي اساس؟ على اساس ان كل واحده فينا كانت ماشيه في طريق وجت التانيه قطعت عليها. هو احنا ماشيين على المحور ولا ايه؟ هو احنا هنقسم على بعض؟ بقول لك ايه؟ هاتي من الاخر، انا مش فايقه اللف والدوران. انا مش مستريحه ولا الايهاب ولا الحسن. صحيح اني حسني معاكي وانا كمان ايهاب معايا، بس الاتنين دول ابوهم القرش وامهم الجنيه. وانتي بقى اهلك مين؟ الدولار ولا الاسترليني؟ انت هتسمعيني ولا؟ هاتي اللي في بطنك. انت عماله تحومي على وسيم وشايله سمير في جيبك. انت طلعتي اشطر مني يا علي. انا طلعت خايبه قوي. ده انت كمان ماسكه عليا سيديهات مع حسن. انا ما اقدرش اذيكي ولا الف من وراكي خالص. عارفه يا كاميليا؟ انا اللي انت فيه دلوقتي يكفيني. ممكن استغنى عن اي حاجه بعد كده. وانا شايفاكي قدامي كده لا عارفه تجيبي ورا ولا قدام. صدقي
الدنيا دي وحشة خالص وما تتأمنش. وعشان هي ما تتأمنش وحشة قوي، خلي بالك اللي معاك النهاردة ممكن بكرة يكون ضدك. عندك حق، أنا معاكي. السديهات اللي عندك دي تهمني، أما سمير أنا مش عايزة منه حاجة، حلال عليكي. أما وسيم بقى يهمني، ولا أنت هتتجوزي الاتنين؟ وبعدين؟ وكل اللي أنت عايزاه هنا عن الشركة أنا تحت أمرك فيه، وأكتر من كده هيبقى طمع. أنا عايزة كل تعاملات الشركة اللي معروفة واللي مش عايزين حد يعرفها. أنا تحت أمرك، كل ده هيبقى تحت إيديكي. أنا عارفة إن وسيم كان ليه عم. وده يهمك في إيه؟ أنت تنفذي وخلاص. هو أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزة أعرف مين المحامي المسؤول عن كل الأمور القانونية اللي في الشركة والملفات، وكل الملفات دي عايزة صورة منها، وخصوصا اللي عن عمه. عليا، هو أنت جيتي الشركة هنا ليه؟ مش من حقك تسألي، في بينا اتفاق، أنت تعملي اللي أنا عايزاه وأنا أعمل لك اللي أنت عايزاه، أكتر من كده لأ. بقول لك ايه، اول ما تخلص شغل كلمني ضروري، انا عايزاك بعد الشغل على طول.